في خطوة استباقية لتحركات مرتقبة في 14 من يونيو الجاري للمطالبة بحل البرلمان التونسي، أعلنت بلدية باردو التي يقع فيها مجلس نواب الشعب غلق الساحة بشكل استثنائي أمام التجمعات والتحركات بحجة تزامن الدعوات للحراك مع آخر أيام الحجر الصحي الموجه. حركة النهضة توظف المجلس البلدي لمدينة باردو وتوظفه بإغلاق ساحة باردو لكي يمنع دون ذلك وصول المتظاهرين إلى ساحة باردو وإفشال معناتها جبهة الإنقاذ الوطني. الدعوات المطالبة بحل البرلمان بدأت عفوية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مايو الماضي قبل أن يتبناها كل من حراك تنسيقيات جبهة الإنقاذ في مرحلة أولى، ثم التحق بها ما يسمى بائتلاف الجمهورية الثالثة. المطلب الأول هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة في أجل أقصى 90 يوم حسب الدستور، والذهاب إلى نظام تنقيح نظام رئاسي ديمقراطي أكثر صلاحية لرئيس الجمهورية بعد فشل البرلمان التونسي في تسيير الدولة لمدة 10 سنوات. الجهتان المطالبتان بحل البرلمان ورغم التحولات في تسمياتهما، إلا أن الثابت هو إصرارهما على حل البرلمان الذي يحملانه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، هذا عدا عن اعتراضهم على النظام المعتمد بموجب دستور 2014. حراك الأحد المؤلف من مواطنين وقوى المجتمع المدني وفق الداعين له ينفذ وسط تباين بين الأحزاب حول تبني مطالبه من عدمه. في اعتقادي أنه جاء مسألة مبكرة جدا، كان بالإمكان الاعداد لها بصورة أفضل وبصورة خاصة بإشراك معنا بقية القوى السياسية والمجتمعية باش نجم يكون عندها دور جدي في تغيير الأوضاع. مثل معناها حراك بمثل هذا الحجم في اعتقادي ثم فيه شيء معناها كبير معناها من المغامرة السياسية. حالة التأرجح الحزبية هذه لا يعرف ما إذا كانت جساً لنبض الشارع المثقل بأعبائه مع الحراك أم أن مواقفها نهائية، لتبقى الساعات المقبلة هي الفيصل. يمنى جلاصي، الحدث، تونس.